أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على حرصه لزيارة المشروعات الصناعية الرائدة، خاصة التي تسهم في زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية. هذا إلى جانب زيادة الصادرات المصرية وخلق فرص عمل جديدة. جاء ذلك خلال تفقده لمصنع جروب سب مصر زهران للأجهزة والأواني المنزلية بمدينة برج العرب الجديدة. وخلال الجولة تمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا المجال، بما يتواكب مع خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات.